نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية الركابية التابعة لمركز كفر البطيخة التابعة لمحافظة دمياط. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا.